ثم أما بعد، فإني أوصيكم إخوتي في الله وأوصي نفسي قبلكم بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم احشرنا في زمرتهم يا كريم، أمين. معاشر الإخوة والأخوات الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى جل في علاه قد خلق الإنسان في الأصل، خلقه صالحا ذي الأصل، سيدي ربي سبحانه رميدي خلق الإنسان يخلق فيه صالح، خلقه على الفطرة، الفطرة النقية، الفطرة السليمة. خلق الله الإنسان قابلا للهداية وللرشاد، وجعل الأرض، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض صالحة للمعاش، وهيأها للعباد، وأنزل سبحانه وتعالى كتبه وأرسل رسله لتزكية النفوس ولإصلاح المبدأ والمعاد. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاح والإصلاح. شحال الآية دي القرآن الكريم يتماز زي السيد ربي سبحانه وتعالى العباد النس بشديرين صالحين أذيرين مصلحين. ولقد أثنى الله عز وجل ومدح هؤلاء المصلحين، وفي مقابل ذلك فقد حذر الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، حذر من الفساد ومن الإفساد. سيد ربي تمار الصلاح والإصلاح، ولكن أيضا تحذرنا في القرآن الكريم من الفساد والإفساد في الأرض، فقال جل في علاه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني غاومة شام الفساد ذي ثمواث بعد أن كانت صالحة أصلحها الله. وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يحب المفسدين، وأنه يبغض الفساد في أي صورة من صوره، فقال جل في علاه والله لا يحب الفساد، وقال أيضا والله لا يحب المفسدين. فمن توفيق الله عز وجل أن يجعل العبد صالحا مصلحا، زد توفيق الله سبحانه وتعالى أتفذ الإنسان العبد دار يزني الطمغاث، أتفذ الإنسان صالح. ما معنى صالح؟ يتقى العمل الصالح، يتعجيب العمل الصالح، يتقى دائما غا العمل الصالح، ثم مصلح صالحا في نفسه، يسرح يخفنس يتجتهد باش يديري إنسان يتقى العمل الصالح، ثم مصلحا وهي درجة أعلى، مصلحا لأهل بيته، يغزى غثار ونس غا الزوجة النس غا فاميليا النس غا الأقارب، يتحول أثني يصرح. هذا فضل عظيم، وني تعيش نمو أقد قجن الفضل ضم قرن سيدي ربي سبحانه وتعالى. فضل عظيم من الله عز وجل أن يجعلك صالحا مصلحا، لكن من علامات الخذلان زي علامات الخسران للعبد أن يكون فاسدا، يجن تخصاف تمقرن في الدنيا والآخرة مرثوا في ذبنذم يتزرغاغ الفساد، هو فاسد في نفسه ومفسد لغيره من الناس، يعني لا يقتصر فساده على نفسه بل ينشر الفساد في الناس بشتى أنواع الفساد. لذلك دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى الاتعاظ وإلى الاعتبار بمآل المفسدين الذين مضوا في هذه الأرض، لقد كانت عاقبتهم عظيمة خطيرة، عقاب أليم، إجل العقاب عظيم، إجل الخزي عظيم، يني يعذون زي الأمم السابقة تغين مفسدون تغنشان الفساد في الأرض. يقرأ الله عز وجل خزاف غاسن من دسني وقعن غاو ما تريم شنوني ثني غاو ما تويان قبرذني المظلم ذي ويان، يقول جل في علاه وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فذكر الله عز وجل في كتابه نماذج وصور وأمثلة من أحوال الأمم السابقة. سيدي ربي نطز القرآن الكريم يتويد القصص للأمم السابقة، ما يمي باش هذا غيوش الزيسن العبرة
تمني ذي جن الرسالة ذي جن الدعوة من الله عز وجل للعباد أن يتعظوا وأن يعتبروا وأن لا يسلكوا مسلك أهل الفساد. والإفساد في الأرض ضروب وأنواع كثيرة مختلفة متنوعة، لكن أعظم الفساد ذي الأرض الفساد مقرن ذي ثمواث. أعظم أنواع وأبشع صور الفساد في الأرض ما هو؟ هو الشرك بالله بجميع صوره وأنواعه، وذلك باتخاذ الأنداد، اتخاذ الشركاء، أتعبد بنذم يداني غموث أتقدكم شنسي ربي سبحانه وتعالى، فتتقرب إليه وتدعوه وتظن أن النفع والضر يأتي بين يديه. فهذا من أعظم الفساد في الأرض، أو اتباع البدع واتباع الأهواء. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فسادهم هو أشركوا بالله، تغين الكفار فانزس الله سبحانه وتعالى جعلوا شركاء لله عز وجل. وإنما كان الكفر بالله أعظم الفساد، لأن الإنسان إذا كفر بربه جل في علاه مات قلبه، ما رويت بغسي ربي يموت قلبه وتفسد روحه، وصار جسده صار جسده قبرا لهذه الروح. أخمي قد قنضر وخي قاري تتسس، ولكن أخمي يموت، فلا يصدر عنه، عن هذا الكافر، عن هذا المنافق، عن هذا الجاحد لله عز وجل، لا يصدر عنه إلا كل سوء. أما العبد المؤمن الذي آمن بالله ربا وإلها واحدا لا يشرك بربه أحدا، تراه عظيم الحب لله عز وجل، تفتتحب صغى ربي سبحانه، شديد الخوف يتقذ ذي سخيق خاص الله سبحانه وتعالى، ويتقارب وغار العمل المفسدين، لا يرجو خيرا إلا من الله عز وجل، يرجو لقاءه. تفد العبد المؤمن دي الدنيا يتراجع يمرقك سيدا ربي، يتستعد يسوجد يخف النس يكسي الزاد العمل الصالح يسوجد يوم الوقوف بين يدي الله. فتراه هذا الإيمان الذي في قلبه، الإيمان نغاس قر، تجد أنه يحجزه ويمنعه من كل فساد أو إفساد. الإيمان نغاس قر النار نفوت نغاس قر تنينزي تورا ويتقرب شغل الفساد يترك ورزي الفساد للمفسدين. أما الكافر بالله عز وجل الجاحد له فلا يحجزه عن الفساد حاجز، ونيك فانزي سيدي ربي خاص كل شيء مباح، لا يحجزه لا يمنعه، انت كافر من غي منع ويتمشزي لقاء الله سبحانه وتعالى. فهو ظلوم جهول يلهث في هذه الدنيا ويجري وراء شهواته، فلا مانع لديه من قتل نفوس الأبرياء، وغصب المانع أذن غيوظ الأبرياء، وأن ينهب الأموال، وأن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يتعدى على حرمات الناس وأعراضهم. قال الله عز وجل في وصف هذا الصنف من الناس، يقول ربنا جل في علا في سورة قاف: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. شحال الصفات، نعوذ بالله، صفتي شاه الله سبحانه وتعالى مرمون ليس. فهو كفار بمعنى شديد الكفر، كثير العدوان على خلق الله، لا ترى منه خيرا، وكيف يرجى الخير ممن يجحد لقاء الله عز وجل، ويؤمن بأنه ذن نجي الحياة النغني غواني الموت قذين مرقك سيدا ربي سبحانه وتعالى. من غثر جلسي الجن لا يؤمن بالبعث بعد الموت، ولا يؤمن بالجزاء والحساب، فما الذي سيحمله على صنع المعروف وعلى بذل الخير وعلى الإصلاح؟ ما الذي يمنعه عن ارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات إن لم تكن له مصلحة في ذلك؟
مريتك شان حاجة الصباح ما شان المصلحة دنيوية عاجلة، أما يوم القيامة فهو لا يرجو شيئا من الله. اسمع قول الله عز وجل في سورة نحفظها جميعا، يحفظها الصغار قبل الكبار: أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين، ما معنى الدين؟ يوم القيامة، يوم البعث، شحال من ذن تكذب زي الدين، أي زي يوم القيامة، أنه ليس هناك بعث ولا حساب. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني سيدار بقرس الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجب يا محمد، ألا تعجبون أيها المؤمنون من هذا الذي يكذب بيوم القيامة وبالحساب؟ فإنهم هم الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة، ويسلبوا يا الرحمة، فصاروا وحوشا ضارية على الخلق، وهم الذين يفسدون الفطرة السليمة. يمن نهار يتحارب الفطرة السليمة إذا غدي قال الله سبحانه وتعالى: هم الذين يئدون الطفولة بزعم أنهم يحررون الطفل ويعطونه حقوقا، هم الذين يدعون اليوم إلى الشذوذ وإلى الرذيلة ويحثون على عقوق الآباء والتمرد على الأسر لهدمها وتفكيكها، الذين يلهثون ويشغلون الأمة اليوم بالباطل. المفسدون أيضا إن يشغرن الأمة الإسلامية يتعيش النهار هذا الابتلاء في المحن، الابتلاءات في المحن. مع ذلك ذي وذن خاصة عبر وسائل التواصل شغرن الأمة استفاهات. لا تنشر التفاهات يا إخواني، لا تكون معبرا وقنطرة لأهل الفساد. المفسدون طانر دين الشين ذي الوسائل التواصل من زي غسرهان باش أنتو من عنان الشين، أنتو الدين أنتو الشريعة الله سبحانه وتعالى، أنتو السنة ذي الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، من زي غسرهان استفاها التف بن 24 ساعة تيرها يرى ينظر ثم يرسل وينشر التفاهات عبر وسائل التواصل والإعلام. إن نراهم اليوم هؤلاء المفسدون، نراهم يسنون ويصدرون للعالم التشريعات التي تقنن الفساد، يعملون ليل نهار ويبذلون المال والجهد على نشر الفساد في العالم وتعميمه. فأين هؤلاء من المؤمنين أمثالكم إن شاء الله الذين يهدون بالحق وبه يصلحون؟ فرقهم قران جايين دعاة الفساد ذي المؤمنون يطفن ذي الحق ذي الدين الحق من شان الصلاح والإصلاح. كيف يستوي الفريقان؟ ذي الدنيا قد تعيش جميع مخلطين، المفسدون ذي المؤمنون الصالحون، ولكن يوم القيامة يتميزون. يوم القيامة يمتاز المجرمون، المجرمون ذرين وحسن صفنسن وحسن، المؤمنون ذرين صفنسن وحسن. قال ربنا جل في علاه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال الله سبحانه وتعالى: عما صديرين كيف كيف، ونظرة منا إلى عالم اليوم ندرك حقا من هو المفسد ومن هو المصلح. فلقد وقف أدعياء الحضارة ينتدعى النهار الحضارة ويدعون الحرية وحقوق الإنسان، يبيعون الموت، يقصفون البيوت، يقتلون النساء والأطفال، ويحرقون الأخضر واليابس، وينشرون الفواحش، ويبيدون ويدمرون كل مظاهر الخير في هذه الأرض، كل مظاهر الصلاح، ثم في الأخير يرفعون رايات الإصلاح بكل وقاحة كما يفعل الآن الصهاينة اليهود مع إخواننا في غزة وفي أرض الإسراء والمعراج. قد علمتم أنه مضى عام كامل، عام كمر 365 يوم، قالوا في العام الثاني من القتل البشع والدمار، والعالم كله ينظر، والأعداد تزيد في كل يوم من الأطفال الصغار الذين يقتلون بأعتى الأسلحة. هؤلاء ينشرون الفواحش ويرفعون راية الإصلاح في كل وقاحة، وتسدحين قانش خنشي مرة من تقيت باش نصرح ثمار. ففي زماننا
حينما يحاول أعداء هذا الدين قلب المفاهيم، المفاهيم نهارة ما مش نجيو الإسلام الصفنت، خصنا نتقرب، تنكيس الموازين، تزييف المصطلحات، يتظاهر المفسد بأنه مصلح. نهار ونين الشان الفساد ديث مواث يقارش قن شخص الإصلاح قصغ الجغرخة، فيدعي ويقول للناس إن قصده وغايته من ما يفعل هو الإصلاح، مع أنه أعظم المفسدين. فإذا نهي عن الفساد مرن الناس يودان الصالحون، أو قوذ الفساد وجبوذ الإصلاح وجد وذا بريد الإصلاح، ما تفعله هو الفساد. فكيف تقول أنك مصلح وأنت تفسد في الناس وتفسد الأرض؟ قال كما حكى عنهم الله عز وجل في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بل كثير من المفسدين اليوم الذين ينشرون الفساد قد يعطي الأيمان المغلظة، يجج يقسم بالله عز وجل وبأسمائه أنه يريد الإصلاح ويشهد الله، قرش أشهد الله أنه شخص الإصلاح. حتى العمل باين، شنو ثفوت باين بأنه العمل الإفساد. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. لكن الأعجب والأدهى والأمر من ذلك أن بعض كبار وعتات المفسدين اليوم يرمون أهل الصلاح والإصلاح ويتهمونهم بالإفساد. تاني تجي الطمة الكبرى، خميغة ثلاثيج بن آدم مفسد باين فساد النس، اتهم العلماء الدعاة الصالحون أمثالكم إن شاء الله، اتهم تنقانس نقينا مفسدون، قدينا السبب من دغي توقع المرة دينا يشبان دي الدين وقينا تسمح دي الدين، قدينا السبب تهمنت بأنه مفسدون. اقرأ في ذلك ولا تتعجب، اقرأ ما ذكر، لأنها لا تتعجب لأن هذا قد وقع في الزمن الغابر. الشغرة تغذي قبر أقد مستمر، هذا ديدن المفسدين في كل زمان. ذكر الله عز وجل عن إمام المفسدين، الإمام نسنم قران الشاف نسنم قران المفسدين، وهو فرعون الذي ادعى الألوهية. وقف يوما بين قومه يلبس ثوب الواعظ الأمين، من؟ فرعون الذي كان يقتل الأولاد وينشر الفساد. وقف يوما في قومه يعظهم، يوعظ القوم يخسسني السين بريد يخسد يدعى أنه مصلح. فماذا قال عن سيدنا موسى عليه السلام؟ سيدنا موسى النبي الذي أرسله الله وأرسل معه نور الوحي وهو إمام من أئمة المصلحين، قال لقومه عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا إله إلا الله، من يقول هذا؟ فرعون. عمن يقول ذلك؟ عن سيدنا موسى عليه السلام. إن الله عز وجل بصير بالعباد، مطلع على السرائر، يعلم أهل الصلاح ويعلم أهل الفساد. وخحول أذموهن الصانخ فنس المفسدون، وخحولن أذفان وجوه نس الكالحة، ولكن الله عز وجل يسنهم، هم معروفون، الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحين ويعلم المفسدين، وسيجازي كل واحد منهم بما قدم. قال الله سبحانه: والله يعلم المفسد من المصلح، ويوم القيامة يجازي كلا بما قدم. فمن أصلح ونتغى يقواك بريد الصلاح والإصلاح الحقيقي فله ثواب إصلاحه وأجره، فما أعظم ثوابه وأجره. أما من أفسد والعياذ بالله فله عاقبة إفساده الوخيمة، فيبوء بإثم نفسه، أذ يوي الإثم النس لأنه كان مفسدا في الأرض، وآثام أكيس ياربو سنجي وعرانس أذ ياربو الآثام ذنوب ينتغثي ضفان ممن أفسدهم رجالا ونساء، يحمل آثامهم كاملة يوم القيامة.
وهؤلاء الذين انجروا وراءه يني تغي ضفان أهل الفساد يعجبس وورنسن وشتسرن غاسن ضفانتن يوم القيامة سيعذبون معهم. أكي سنيرين يوم القيامة مروان تبهن ودارين دبر قبري غيعاك حن الله سبحانه وتعالى ميمي كيسن غيرين بسبب طاعتهم لهم وتشجيعهم للمفسدين. كانوا في الدنيا هؤلاء المفسدون توقع نصن الأتباع نسن يعيدونهم بالنجاة من العذاب والجميزي غث القذم وبأنهم إنما يهدونهم سبيل الرشاد قانسني وذن قذوان الجذب رذني شاء قد تغيين مغني وفيهم شاء. لكن إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل تبين حينئذ للأتباع أن هؤلاء المفسدون أنهم قد غشوهم وأنهم قد دلسوا وكذبوا عليهم وأنهم قد أوردوهم دار السعير جهنم وبئس المصير. ثم يوم القيامة تبرأ منهم تغذي الدنيا قانس غامون تيو خانق باش انشار الفسادة المعاون باش انصفغي وذن خبري. ولكن يوم القيامة تبرأ الزيسن كما يتبرأ المجرم من شركائه في الجريمة. استمع استمع إلى هذه الآية العجيبة العظيمة بقلبك قبل أن تسمعها بأذنك. إيش المشهد من هذه المشاهد؟ ذيس هؤلاء المفسدون رؤوس الفساد أكيسن ينيتوغ أكيسن يقوان أغبياء يتوغوانك المفسدون. يقال الله عز وجل في هذا المشهد المهيب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب غاني نزرين العذاب ننس الشين بريء الزمن من أخذ الفعام وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا إن تغيظفان المفسدون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. عند من؟ أنا أسمع ليك غيار صدار بجمال نغني غاد الدنيا أخون السنبري السنين إلى المفسدون وثنضف عشاء. ولكن أن لهم ذلك يقر الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم ودعوا يستجب لكم إنه سبحانه وتعالى هو البر الغفور الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. ثم ما بعد معاشر الإخوة الأخوات الأحبة في الله اعلموا إخواني أخواتي اعلموا يا رعاكم الله أن الإصلاح في الأرض بدعوة الناس إلى طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الإصلاح في ثمواث شعار الأنبياء شعار الرسل مرة أعف عن رايان الإصلاح يسكيه انصدار بي باش أتصرح نتموه أتصرح الأمم ما مش غان نصرح نشي باش نيري أتباع الرسل أكيس نيري يوم القيامة إن شاء الله أنفار أبري ذي الظان من يعني الصلاح من غنك نصرة شريعة الله الشريعة انصدار بنهارة تتعرض للهدم على يد المفسدين من عندنا ومن غيرنا. فلذلك نهار خصاش واجب خكيوه المسلميه المسلمه ان تصطف مع المصلحين وثقال شنش دقاوا جبوينو شن المهمه الزجغ قيمه ترانكير لا لا بد تلذقش الصفقة مرة ثقات سكوتك يخشى عليك منه. لا بد أن ندعو إلى شريعة الله عز وجل على حسب في زمار منهم يزمى الإنسان ثم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أنواع الفساد وأنواع الفواحش وظلم الخلق والتطفيف في المكاييل والموازين وعن سائر المنكرات. هذا يعد صمام أمان للأمة ذوانيتا يغيش الأمة الإسلامية نهارا تعيش ذي الأمن ذي الأمان. الأمان من ماذا؟ من الآفات ومن البليات ومن الكوارث ومن الأسقام. ويترتب على هذا الإصلاح وكثرة المصلحين في الأرض بين المسلمين يكثر منه الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بظلم هم يظلمون ولكن ديس المصلحون ما دام ديس المصلحون لا يهلك الله هذه القرية. ولهذا دعا الله عز وجل عباده إلى العناية والاهتمام بشعيرة دلالة على الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق النجاة والفلاح
سواء على مستوى الفرد لنفسه أو على مستوى هذه الأمة. ولا يزال الناس بخير ما دام فيهم من يصلح، ما دام فيهم من يتكلم ويحذر الناس من الفساد ومن الإفساد. أما عياذا بالله إذا انكفأ الناس على أنفسهم وتخلى الناس عن مكافحة الفساد والدلالة والتحذير منه، فإن الخطر عظيم وإن العقوبة جسيمة تشمل الجميع. فقد ورد في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم، أي قوم، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، انتشار ليس المعاصي، أهل الفساد نشان المعاصي يجهرون بها ثم يقدرون على أن يغيروا زمان الغيان، ثم لم يغيروا قيمة فروج وها إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، والعياذ بالله، عقابا يشمل الصالح ويشمل الفاسد. فما واجبنا نحن نحو هؤلاء المفسدين ودعاة الإفساد الآن وما أكثرهم؟ ما موقفنا منهم؟ إن المفسدين يجب أن يعزلوا، لا تنشروا ما يقوله المفسدون ولا نتعاون معهم بأي وسيلة من الوسائل حتى ولو أغرينا بالأموال. شحال إذا أنتم غير صالحين ولكن بسبب الإغراء المال، بريق المال ذورا ذي الصف المفسدين والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يثبت على هذا الدين، فالفتنة عظيمة شديدة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أتذكر قول الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين، قالوا: يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هم مفسدون في الأرض، ياجوج وماجوج مفسدون، نشعل الفساد دي ثمار بالنهب والبغي والسلب وغيره عند خروجهم. يقولون لذي القرنين: هل نجعل لك خرجا، معنى خرجا بمعنى جعلا أجرا، أش نكشيج الأجرة باش أخذ عون وجي تعاون غا الفساد مش تقن بعض، لا، هتعاون غا مكافحة الفساد، نعطيك شيئا من أموالنا حتى تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا، فلا يصلون إلينا بفسادهم. فماذا قال لهم؟ قال: فأعينوني. وجي الناس نصافي نشي غي كلفن إن سوى عون فين معاون، لابد من المعاونة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، حاجزا. فالأمة الآن في حاجة إلى سواعد المرابطين، إلى فكر العاملين، ونسن ذيك شن حجر هذه فكار من زمار ذيك باش هذه كافح الفساد. تحتاج الأمة اليوم إلى إخلاص المخلصين. أين أنتن يا فتيات الأمة؟ الفتيات يحنجين الصالحات لابد أن تكون أيضا مصلحات في أوساط الفتيات. ألا تنتبهن إلى ما يحدث الآن؟ أين أنتم يا شباب الأمة؟ أين جهودكم في الصلاح وفي الإصلاح؟ أين أنتم يا دعاة الأمة؟ يا علماء الأمة ضاعفوا جهودكم، فإننا سنسأل يوم القيامة. واعلموا أن الدار الآخرة بكل ما فيها من ثمار وأنهار إنما جعلت للذين لا يريدون الفساد ولا يرغبون في استعلاء ولا استكبار. قال ربنا جل في علاه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لنتقي الله ربنا ولنعمل على صلاح أنفسنا وصلاح أهلينا وأولادنا، ولنكن من أهل الحق ومن الدعاة إلى الحق من المصلحين في الأرض، ولنحذر من سبيل الفساد ومن سبيل المفسدين. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، اللهم طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، اللهم نقي سرائرنا من الشرور والبليات، اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة
الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن اللهم ملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. ملك الولاد الملك محمد السادس اللهم وفقه للخير وعين عليه. اللهم يا سامع السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى انصر إخواننا المرابطين في أرض فلسطين. اللهم ثبتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم كن لأهلنا في غزة، اللهم اشف جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، معينا وظهيرا. سبحانك اللهم إنك على كل شيء قدير، فاكتب لهم يا ربنا فرجا قريبا من عندك. ذي نجم مجموعة الإخوان مرضى عريزة المغارين، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم، اللهم عجل بشفائهم، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما. كذلك ذن بعض غاصن كروب مصائب ابتلاءات، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، اللهم فرج عنهم ما نزل بهم. كذلك وانت تشهد الإخوان الأخوات الذين ينفقون يتصدقون بسخاء على بيوت الله، وهذا من الإصلاح في الأرض، أنك تعزي المساجد بيوت الله عز وجل وننفق نخل المساجد القليل نغل الكثير نغل حتى الدعاء تدعى كيسن. نسأل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنفقين المتصدقين على بيوت الله أن يتقبل صدقاتهم، أن يجعلها في ميزان حسناتهم، أن تنفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.